كلما ارتفعت وتيرة المواجهة مع داعش في سوريا والعراق، كلما اتجه التنظيم إلى التخطيط لهجمات إرهابية في مناطق أخرى بعيدة عن سيطرته، فيما يبدو محاولة لتشتيت الانتباه وتخفيف الطوق المفروض على مقاتليه. وفي مقابل هذا التصعيد، تسعى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى فرض إجراءات جديدة لمواجهة الإرهاب واحتمال تنفيذ هجمات على أراضيها. لكن التحدي الأكبر في كل هذه المعادلة سيظل دون شك هو مواجهة الفكر الذي يفرخ المتطرفين ويتفنن في صناعة الإرهاب. ليس عربيا ولا من أصول مسلمة، فمنفذ هجوم لندن بريطاني الأصل يدعى أدريان راسل أغاو. البارحة أعلنا أن الإرهابي اسمه خالد مسعود، واليوم نعرف أن اسمه الأول هو أدريان راسل. تركز التحقيقات الآن على معرفة دوافعه وتحضيراته وشركائه، وعلى معرفة إن كان قد خطط وحده للعملية. أدريان كان له سجل جنائي لا يتصل بالإرهاب، كما حمل ألقابا عدة منهم خالد مسعود كنيته بعد اعتناقه الإسلام. العملية تبناها داعش بإعلان لم يجب على كل الأسئلة المطروحة، لعل أبرزها ما إذا كان أدريان نفذ هجومه منفردا أو بتعليمات من تنظيمات إرهابية. لكن ما هو مؤكد أن الهجوم الأخير أعاد تذكير العالم بأن الحرب ضد الإرهاب ليست حربا تقليدية، فرغم خساراته المضطردة بمعاقله بسوريا والعراق، تتصاعد الهجمات الإرهابية في أوروبا وسط توقعات بازدياد وتيرتها. هزيمة داعش في معقلة وفق كثيرين لن تنهي فصول المعركة التي تحمل أشكالا مختلفة، ليس أقلها وجود متأثرين بدعاية التنظيم، مما يعني هجمات جديدة عبر ما يطلق عليهم الذئاب المنفردة. مخاوف تضم إلى مخاوف أوروبية سابقة من عودة المقاتلين في صفوف داعش إلى بلادهم كقنابل موقوتة تسعى للانتقام، أمور من شأنها تحويل المعركة لحرب مفتوحة عابرة للحدود بأسلحة غير تقليدية. ومع كل الاحتمالات المطروحة ترتفع أصوات أوروبية وعربية ترى أن مرحلة ما بعد داعش تتطلب أولا محاربة فكرية لأيديولوجيا التنظيمات الإرهابية، طريقة يؤيدها كثيرون لكنها وفق منتقديها تتطلب وقتا طويلا، وهو ما أعاد الحلول الأمنية إلى الواجهة. فعقب هجوم لندن أعلنت بريطانيا زيادة إنفاقها على الأمن، بينما وسعت فرنسا صلاحيات المخابرات والشرطة، أما ألمانيا فقد وظفت برنامجا ذكيا لتحديد المتطرفين المحتملين من بين الآلاف. وسائل ستحد بالتأكيد من تهديد الهجمات الإرهابية، لكنها تواجه تحديات عدة، لعل أبرزها صعوبة مراقبة هؤلاء الذين ينفذون من دون سابق إنذار هجوما إرهابيا منفردا. ومعنا من لندن الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أوليفر جاتا، أهلا بك عبر سكاي نيوز عربية. يعني على أهمية المعالجة الأمنية والتي تؤدي إلى نتائج ناجحة في معظم الأحيان في مكافحة الإرهاب واستباق العمليات الإرهابية، إلى أنها لا تكفي اليوم، هنالك ضرورة لمواجهة هذا الفكر المتطرف والأسباب النفسية التي تؤدي إلى هذه النتائج. أنت محق تماما، ولكن هذا الوضع ظل لمدة 30 سنة، وخصوصا بريطانيا كانت تواجه هذه العمليات الإرهابية لفترة طويلة، لكنك محق، هذا الآن يقع في بريطانيا. هناك العديد من المتشددين الذين يعودون إلى بريطانيا أو يعيشون في بريطانيا، ولا تنسوا أن لندن كان فيها العديد من الجهاديين وكانوا يتجولون بحرية في شوارع لندن. الآن هناك مشكلة، لأن هناك من
يعودون إلى بريطانيا ويعيشون مع العديد من الأشخاص الآخرين ويسممون عقول بعض الشباب، وفي هذه الحالة نكون في مشكلة. ولكن هذه يعني الدول التي تقف مذهولة أمام يعني الفعل الإرهابي أثناء حدوثه، هل تعي فعلا أهمية مواجهة هذا الفكر المتطرف أينما كان، ومواجهة هذه الجماعات التي تنشط وتغذي الأفراد والمجموعات أينما كان في العالم؟ هذا سيتطلب بعض الوقت، لأن النقاش الذي يجري في العالم الأنجلوساكسوني حول حرية التعبير مقابل الإرهاب هذا منذ فترة طويلة يجري، ولفترة طويلة نتحدث عن حرية التعبير، وأولئك الذين يتحدثون ويقدمون تلك العظات عدد منهم ممن يدعون إلى التشدد ويدعون إلى الجهاد وقتل الكفار، هؤلاء كان يجب إيقافهم منذ وقت طويل. للأسف هذا لم يحدث في بريطانيا، وربما الآن سيكونون أكثر صرامة. فرنسا اتخذت بعض الإجراءات وسنت بعض القوانين واعتقلت بعض الأشخاص الذين يدعون إلى الكراهية وقالت إنه يجب اعتقالهم. هذا لا يحصل في بريطانيا الآن. قلت إن ذلك سيتأخر، وذلك يعني لأهمية حماية الفرد والحرية الفردية، ولكن يعني ألا يتطلب أيضا استراتيجيات سريعة وطارئة، بحيث أن الاستراتيجية طويلة المدى قد تتأخر في بلوغ أي غاية ولن تقف يعني سدا منيعا أمام هذه الهجمات؟ أنت محق، عليهم أن يتصرفوا بسرعة. والمشكلة التي لدينا في الوقت الحالي هي أننا تحدثنا في السابق عن داعش أنهم يفقدون أراضيهم في سوريا والعراق وكيف يمكن أن يؤثر هذا إيجابا، لكن المقاتلون يعودون إلى أوروبا. وإذا نظرتم إلى أيديولوجية داعش منذ البداية، هم يطلبون من ما يتبعونهم أتباعهم في أوروبا أن يبقوا في منازلهم، لا يذهبون لسوريا والعراق، وأن يهاجموا الذين يعيشون معهم بالسكاكين وبالسيارات. هذا ما شاهدناه في نيس وفي برلين وفي لندن، وللأسف هذا وضع صعب جدا. وإذا لم نقل من المستحيل أن نوقفه إذا لم يكن لديك جهاز استخبارات لوقف هؤلاء من شن هذه الهجمات، تحديدا هذه الظاهرة يعني الذئاب المنفردة، ألا تستطيع أيضا استحداث آليات غير تقليدية؟ المشكلة أنه في كل الحالات الحديثة لعملية الإرهابية في أوروبا لم يكن الأمر متعلقا بذئاب منفردة، كان هناك خلايا. ومرة أخرى في لندن في هذه الحالة خالد مسعود هو ربما ليس ذئبا منفردا وإنما ينتمي إلى خلية، هذا ترجيح طبعا، لأنه من المستحيل أن يكون هو لوحده. تقول تنظيم داعش إنها من تقف وراء هذه العملية، أعتقد أنها تلقى تمويلا وهناك استراتيجية ودعم كما رأينا في حالات سابقة أخرى. أعتقد أنه إلى الآن ليس هناك دليل واضح أنه ذئب منفرد، وربما هذا قد يكون، لكن جهاز الاستخبارات عليه أن يبذل جهودا أكبر من أجل تعقب مثل هؤلاء، والذين يجب أن يراقبوا باعتبارهم متشددين. المعادلة الجديدة اليوم محاربة الإرهاب تستدعي أيضا التصدي للفكر المتطرف، هل من يعني ضرورة وإلحاح لوضع عدد كبير من الجماعات التي تتردد أوروبا في إدراجها على لائحة الجماعات الإرهابية ولائحة الإرهاب؟
Yes, I mean that's the debate. I mean, نعم هذا هو النقاش الذي يجري حاليا. أنا أميل إلى المدرسة التي تدعو إلى أنه بالنسبة لتلك المجموعات مثل جماعة الإخوان المسلمين والتي عاشت في أوروبا في 30 و 40 سنة هي من بين الأسباب التي غدت وزكت الإرهاب الذي يحدث في أوروبا. الآن الناس لا يدركون وكما كان يقال في السابق من المهم والأهم الآن أن يتم القبض على الأشخاص الذين تغذيهم هذه الجماعات والذين تسمم عقولهم أسهل ممن القبض على الذين يأمرونهم بذلك. علينا أن نذهب إلى رأس الأفعى ونقضي عليها بدلا من مواجهة الأتباع الذين تنتجهم. إذن أعتقد أنه يجب أن تكون هناك مقاربة أكثر صرامة من قبل الدول الأوروبية والولايات المتحدة فيما يتعلق بالجماعات الإرهابية. الخبير في شؤون الجماعات المتشددة أوليفر جيتا، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لك.